تكريما لأعلام عنابة وبعثا لذكرى علمائها. ها هي شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعنابة وبتنسيق مع مسجد الفردوس وادي القبة أقامت في رحابه ندوة عن حياة الشيخ عبد الحميد بوتمجد العلامة المجاهد. نشطها رئيس الشعبة سمير زريري، وقدم عرض مرئي لشهادات بعض أفراد عائلته ورفقائه. يسلط الضوء على كثير من جوانب حياته وسيرته ومسيرته كي يعرف الأجيال هذا الرجل، وكي يعرف الأجيال رجال الجزائر عموما، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لوفاته رحمة الله عليه، حيث قضى نحبه إلى ربه في الثاني من شهر فبراير سنة 2016. اليوم طبعا نحيي ذكراه بالحديث عن مآثره والحديث عما خلد مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في شعبتها الولائية بعنابة. جزاهم الله تعالى خيرا وشكر الله مساعيهم. نسأل المولى عز وجل أن يتقبله في الصالحين، هو وإخوانه العلماء والشهداء والمجاهدين والصالحين من أهل الفضل على هذا البلد المبارك وعلى أهل هذا البلد المبارك. الندوة عرفت حضور جمع غفير من رواد المسجد، وتم بالمناسبة تكريم أسرة الشيخ من طرف الشعبة بوسام التيسير. نشكر المبادرة اللي قامت بها مديرية شؤون دينية مع شعبة جمعية العلماء المسلمين، مبادرة حسنة، يعني جيل اللي اهتم بمسيرة الوالد منهم الشيخ زري سمير أستاذ نجيب نوي على هذه المبادرة الحسنة اللي يعني يجعل منها ذكرى لوفاته بعد 7 سنوات وعرف به. ما أجمل ما قامت به شعبة عنابة ومسجد الفردوس في مجال الإحياء الكريم، والأجمل أن يكون ذلك سنة حية باقية نبعث بها رجالا ونصل الحاضر بالماضي.